حياكم الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة آفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث العلمية وسلسلة دروس برنامج SPSS إصدار 25 يقدم باللغة العربية، الدرس 50 استخدام الخاصية Sort and Rank Cases على برنامج SPSS. الخاصيتين Sort and Rank Cases، طبعا هذه الخواص بترتب البيانات على حسب variable معين، بس بيختلفوا يعني عن بعض، انه الRank Cases بتكون variable جديد وبتعطي ارقام كرتب للبيانات، ولكن Sort Ascending فقط مجرد ترتيب. اذا Sort هي عبارة عن الترتيب والRank هي عبارة عن الرتب. في البيانات اللي قدامنا في عنا two variables، الفاريبل الأول وهو عبارة عن serial number للبيان اللي قدامي، والمارك هو عبارة عن درجة الطالب في اختبار معين. المطلوب مني الآن بدي أرتب البيانات هذه، أعملهم ترتيب على حسب يعني نتيجة الطالب. بالنسبة للsort cases وهي ترتيب البيانات، بيتم بطريقتين. الطريقة الأولى رح أضغط على الكولوم اللي أنا بدي أرتب البيانات بناء عليه، رح أعمل كليك يمين ورح أختار يا أما Sort Ascending أو Sort Descending. لو أنا بدي أرتب بياناتي تصاعدي رح أختار Sort Ascending، يعني من القيمة الصغرى إلى الكبرى، ولو بدي أرتب البيانات بSort Descending يعني من الكبير للصغير رح أختار اللي هو طبعا Descending Order. لو أنا بدي أختار مثلاً Sort Ascending على سبيل المثال، راح تترتب بياناتي بالطريقة هذه، إنه الطالب الأول اللي جايب 22 اللي كان رقمه 20 صار بالأول لأنه هو جايب أقل علامة، الطالب رقم 3 اللي كان رقم 3 هو جايب 30، الطالب 15 جايب 40 وهكذا. الآن ترتبت بياناتي على حسب المارك. في طريقة تانية إني أعمل Sort Ascending أو Descending للبيانات عن طريق Data و Sort Cases. من هين رح يحكي لي أنت بدك تعملي Sorting by مين من البيانات اللي قدامنا، رح نقول له بناء على المارك. هيطلب مني الآن Sorting Ascending أو Descending، فرضا أنا بدي أرتب الآن Descending، بدي أعكس الترتيب، رح أحكي له أوكي. الآن طبعا هو رتب بياناتنا على حسب اللي هو طبعا الترتيب التنازلي من الكبير للصغير. فجاب البيان رقم 8، الطالب اللي كان رقم 8 طبعا هو جايب 93% كانت أعلى درجة، الطالب رقم 1 كان جايب 92، الطالب رقم 13 برضو كان جايب 92، 16 كان جايب 92، وهكذا رتب البيانات لما يصل للطالب 20 اللي كان جايب أقل درجة وهي 22. هذا بالنسبة للسورتينج للبيانات. إذا السورتينج بيعطي ترتيب للبيانات من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير، يعني Sorting Ascending أو Descending Order. أما عن الRank Cases فهي تختلف شوي. الRank Cases هي عبارة عن الرتب، يعني بيعطي رتبة للبيان. كيف يعني بيعطي رتبة؟ يعني بيحكي لي إنه مثلاً 22، مثلاً الطالب 22 رتبته 20، يعني هو جايب يعني هم 20 طالب هو رتبته 20، يعني هو آخر منزلة. الطالب اللي هو الثامن جايب 93 فحيكون رتبته الأول. في الرانك كيسز رح يعطي هذه الرتب ورح يتكون فاريابل جديد اسمه الرانك. الآن رح نروح نعمل الرانك كيسز من الترانسفورم ورانك كيسز. رح يحكي لي هين بدك ترتب بناء على مين، بدي أحكي له بناء على المارك. الآن حين هيسألني هل أنت بدك الرانكينج يكون smallest value ياخد رقم 1 ولا largest value ياخد رقم 1؟ لو أنا هاي درجات طلاب ومعنية أنه أنا الفيرست يكون هو largest value، يعني الطالب الأول طبيعي حيكون ماخذ أعلى درجة، فأنا راح أحكي له أنه الطالب الأول بدي إياه يكون largest value، يعني اللي ماخذ 93 هو اللي بدي إياه ياخد رقم 1. الآن رح أعمل أوكي، رح يتكون عندي متغير جديد اسمه الـ R mark. الآن رح ندور على الطالب اللي ماخد درجته 93 اللي هو كان الطالب رقم 8، طالب هذا ماخد الدرجة الأولى. الآن هنا طبعاً 3 decimals أنا بلزمونيش 3 decimals، رح أعمل بس decimal واحدة. رح أرجع للداتا فيو مرة تانية،
وراح أحكي هين بدي أرتب الـ R mark على أساس إني مثلا أرتب بناء على هذا الـ R mark. تمام؟ الآن اللي ماخذ الدرجة واحد هو عبارة عن الطالب اللي جايب 93، هو كان الأول. الطالب اللي ماخذ الثاني والثالث والرابع والخامس جايبين 92، يعني هدول درجتهم الطالب الثاني والثالث والرابع والخامس. الآن لو نجمع 2 زائد 3 5 و4 9 و5 14، ال 14 لما نقسمها على 4 رح تطلع 3.5، فحيكون الطلاب هدول الأربعة درجتهم 3.5. طيب الآن هذا ماخذ يعني بدال 2 أخذ 3.5 والثالث أخذ برضو 3.5، طبعا هدول الأربعة يعني لأنهم متشابهين فهو أعطاهم الأفرج، يعني جمع الرتم تبعت الأربع درجات هدول اللي هم كانوا الثاني والثالث والرابع والخامس وقسم على عددهم أربعة، يعني أخذ الميل لإلهم طلعت 3.5. الآن لو بدنا نحسب هذا الطالب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، المفروض هذا يكون ماخذ الرتبة رقم 6. الآن 88 الرتبة يعني هذا 6، الرتبة 7 و8، 7 و8 15 على 2 حيكون ماخذ الرتبة 7.5. طبعاً رتبة 7.5 لأنهم 2 يعني حيكون ماخذ كأنه رتبة 7 و8، فحيكون 85 ماخذ الرتبة 9 وهكذا. إذن الرانك كيسز بيعطيني رتب للبيانات متكون فاريبل جديد، أما السورت كيسز بيعطيني ترتيب للبيانات سواء تصاعدي أو تنازلي. إلى هنا أعزائي المشاهدين بنكون انتهينا من شرح درس 50 على برنامج SPSS. مشاهدة ممتعة أتمناها لكم. إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.